صورت الممثلة السورية رغدة وثائقي بعنوان محومات الوطن بالمليحة، نقلت فيه واقع الجنود السوريين اللي صمدوا بالقتال طيلة الثلاث سنين الماضية من الأحداث الصعبة بسوريا. وهدف رغدة من هالوثائقي تأكيد على أنه بلدها لا يزال صامد بظل نظام الرئيس بشار الأسد اللي هي بتأيده. أجواء زيارة رغدة بالتقرير التالي. جاي يعيش لحظة. نعم. عيش لحظة هو شو حاسس فيها. نعم. لقدر المستطاع طبعا، لأنه نعم. صار لهم كتير. نعم. يعني أكيد مو مجرد يوم أو بضع ساعات أنا حقضيها نعم. معهم اليوم إن شاء الله. نعم. إنه حقدر عيش اللحظة هاي. نعم. لكن على الأقل جاي أتبارك. أنا جاي أتبارك. معروف عن الممثلة السورية رغدة مساندتها للنظام السوري الحالي والرئيس بشار الأسد. من هذا المنطلق صورت رغدة وثائقيا بعنوان مع حماة الوطن في المليحة، يلخص يوما قضته مع الجنود على خطوط التماس في الغوطة الشرقية، حيث تجري معارك طاحنة بين الجيش النظامي من جهة والجهات المسلحة التابعة للمعارضة من جهة أخرى. وجودك بيناتنا اليوم الحقيقة له معاني ودلالات كبيرة بالنسبة قلي أنا مدير إدارة كمقاتلين، وهلأ راح تلمسي هالشي هذا من خلال الزيارة الميدانية. نحن راح ناخذك هلأ لخط تماس مباشر مع المسلحين. حابي تلمسي شيء؟ حابي تلمسي شيء مثلا دراع أو كذا أو أي شيء؟ وحاولت رغدة أن تتعايش وواقع الجنود لتنقل صورة عن صمودهم وإصرارهم على القتال في سبيل سوريا. وتؤكد رغدة أنها أصرت على زيارة أكثر منطقة خطرة، ورفضت أن تكون زيارتها للخطوط الخلفية كما نصحتها بعض القيادات في الجيش خوفا على سلامتها. وتعتبر هذه الزيارة محاولة بسيطة للتعايش مع واقع الجنود على خط النار، أرادت من خلالها أن تختبر وتشعر بما يشعرون به ويقاسونه. أكثر شيء إنه لما نتذكر الأهل، أيه ونتذكر أصدقائنا ورفاق من المقاتلين. وأظهرت رغدة في الوثائقي جنودا من مختلف المدن السورية غير محصورين بطائفة ما أو بمنطقة معينة. كما يبعث الوثائقي رسالة مفادها أن سوريا لا تزال صامدة على رغم الظروف الصعبة والدمار.